في ذيك الفترة بدأت تطالب بموضوع الدمج وتصر على الدمج وتطبيقه في المملكة والتوسع في هذا الفكر. أيضا ركزت على جانب من الفئات الحائرة الذين لا يتلقون بعض الخدمات التربوية في التربية الخاصة، يكونوا بين ضائعين، لذلك أطلقت عليهم الفئات الحائرة بين النظام التعليم العام وبين نظام التربية الخاصة، فكانت تركز على هذا الجانب. أيضا الموهوبين من ذوي الإعاقة، أذكر كثير كانت الوالدة تقول لي عندما طرحت أن هناك موهوبين من ذوي الإعاقة كثير، قالوا لها يعني أنت تحلمي كيف يكون معاق وكيف يكون موهوب، وكانت هذيك الفترة يعني تصر على أن هذه أمور يجب أن نبحث عنها، كانت مدافعة ولقبت بأنها مدافعة بحقوق ذوي الإعاقة. علمتنا أشياء كثيرة الوالدة، علمتنا أن ما في زي الأسرة تطالب وتدافع بحقوق ابنها وتفرض على هذا المجتمع. علمتنا أيضا أن الإعاقة ما هو شيء، هو يجب أن يتقبل المجتمع المختلف، يجب أن يكون هناك تنوع واختلاف بشري، وأن هذه يعني ما فيها يعني أي نقص في هذا الجانب. طبعا الآن اختلفت النظرة واختلف الوعي. من ضمن الأشياء اللي كانت تركز عليها موضوع الإيذاء والتحرش لذوي الإعاقة وكيف أنهم كانوا في مراكز الإيواء، كثير من الأمور اللي سلطت عليها الضوء وركزت وكانت سابقة لأوانها. هذاك الوقت كان يعني يعتبر من المستحيلات، وأصرت وطبقت هذه التجربة في المدرسة الابتدائية عندما كانت مديرة عامة أثناءها للتربية الخاصة، طبقتها في المدرسة الابتدائية 266 والروضة الملحقة بها 29، ولكن بعدما تقاعدت أغلقت هذه المدرسة، وبعد 10 سنوات مع فكرة التحول الوطني وبرامج التحول الوطني والرؤية، أعيد الآن بالمطالبة بأهمية التعليم الشامل ووجوده، وفعلا بدأت العودة.